السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، جمعة مباركة للجميع. غادي نتابعوا البرنامج ديال كيفاش نحبوا لوليداتنا الصلاة، وهذا موضوع مهم ولقى واحد التجاوب كبير الحمد لله، وصلت لي فيو لواحد العدد كبير. دونك غادي نتابعوا في هذا الموضوع اللي هو أساسي. علاش؟ لأن الصلاة هي عماد الدين، لأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. طبعا النصيحة الأولى اللي أعطيتكم هو الاستعجال، ما خصكمش تستعجلوا. والنتيجة الثانية، ما تصورش بأن ملي كان أمر ولدي راه غادي يطيع، وإلا ما طاعش غادي نتعصب ونتقلق. اليوم النصيحة اللي نقول لكم وهي أساسية ومهمة، وهو أنكم تكونوا قدوة لوليداتكم وتحبوا لهم الصلاة. ملي كنقول غادي نكون قدوة، ماشي نبقى نتكلم له يوميا على الصلاة، لا، غادي نصلي قدامه ونفوتها له عبارة عن بعض اللقطات وبعض اللطائف اللي ما تكونش مباشرة ليه، ماشي نقول له خصك تصلي وينباغي وكذا وكذا، لا، غادي نصلي قدامه. مثلا ندخل من المدرسة نهز يدي وأنا في متوجه للقبلة أو متوجهة للقبلة، ونقول يا ربي تحفظ لي وليدي، يا ربي تحفظ لي بنتي. نربط له واحد الرابط نفسي مع الصلاة جميل جدا، بمعنى يتفكر بأن الصلاة فيها الدعوات الضمامة باش ينجح، باش يكون هو الأول، باش يتفوق، باش يحقق له الله الأماني، باش يحفظ له الله الصحيحة. بمعنى كلما مر علي أبنائي في الأسبوع على الأقل 5-6 مرات يسمع دعواتي له في الصلاة، ونديرها عمدا يعني، وأكد عليها ونديرها عمدا، فأدعو له في الصلاة. هذه وحدة. المرة الثانية، المسألة الثانية، مرة نتكلم لهم على فلسفة الصلاة، وماشي يعني من اللي كنقول مرة، بمعنى مرة في الشهر، مرة في 15 يوم، يمكن مرة في 6 شهور كافية باش إذا تكلمت له على فلسفة الصلاة ونشرح له أشنو الدور ديال الصلاة. ومن بعد إن شاء الله في الفيديوهات المقبلة غنتكلم لكم على الفلسفة العظيمة للصلاة اللي حنا الكبار بعد الأولى خصنا نعرفوها. فأظن إذا اكتفيتي تكلمت ربما في بعض المرات قد تتكلم مرة واحدة في العام، قد تكفي إذا تحدثنا على أن النبي صعد للمعراج إلى الله عز وجل وفرضت عليه الصلاة في السماء لقيمتها، واستقبلته الملائكة وسلم عليه الأنبياء، ولم يستطع جبريل أن يتجاوز مرحلة معينة وتجاوزها محمد صلى الله عليه وسلم، فأزرع له حب رسول الله وأزرع له قيمة الصلاة العظيمة. فنسأل الله التوفيق لنا ولأبنائنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.